السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. تمور، قهوة، مكسرات، شعبيات في البلدة، عندهم عروض مدتها أسبوع إلى 14 أغسطس بالتحديد في هذا الفرع الضخم جدا الموجود في الرياض، طريق الدمام، حي غرناطة. بمجرد تكتبون البلدة قهوة مكسرات تمور بيوصلكم هنا مباشرة. العروض والأسعار والأصناف سنابات القادمة. هنا التمر اللي هنا بدال الكرتون تأخذون كرتونين، عطني تفاصيل هالكراتين اللي هنا. هذا الكرتون 75 في يوم، تأخذ كرتونين 75. شوف حبة صغيرة مو بحبة كبيرة، دور حبة كبيرة مو بحبة كبيرة، لكن أصفر القشر الحين محبوب، ما في قشر طازج. فرصة اللي بيشتري اليوم هذه التمر الحين ما ناخذ عليه اي تكاليف، يعني بس هو مشروع بسيط الناس تجرب. تاخذون كرتونين سكر مفتل، اي نعم، بمجموع 6 كيلو ب 75 ريال فقط. راتين السكر المفتل اللي هنا، اعطني التفاصيل. هذا السكر يعني اكبر حبه من النوع الثاني، هذا موجود وبرضه عليه عرض اليوم ب 72 ريال، وزن الكرتون 3 كيلو. طبعا هذه كلها تمور طازجه، يعني شيء جديد انتج السنه هذه، لسه يوصل من الصين. طبعا نتحدث عندنا طول تجي بشكل يعني شبه يومي، تجي سيارات تمور جديدة. يا سلام، اللي يبي اكبر حبة في السكر المفتل، عطني التفاصيل اللي هنا. هذا كثير ناس وده يذوق تمر طيب الحبة الكبيرة بس يكون غالي. تخيل هذا من 118 اليوم ب 82، يعني اللي نفسه يذوق تمر طيب بس يقول السعر غالي اليوم فرصته. يا سلام، هذه الحبة قدامكم اكبر حبة عندهم، والكرتون بكم؟ 82 ريال 3 كيلو. راتين التمر اللي هنا، عطني التفاصيل الموجودة. سكري مثلا أو برقي، شوف الكرتون ب10، خذ 2 ب15، مو شرط تاخذ منه واحد، شك تقدر تنوع يده ويذوق وياخذ. اليوم فرصته يا شيخ، دام التمر سعره رخيص اليوم يشتري 2 ب15 ريال ولا واحدة ب10. لا تلزم نفسك بنوع واحد، خذ ذا هذا أو هذا، خذ الأربعة. أنت بتاخذ الأربعة كلهم يطلع عليك سعر مرة مخفض. أنا أقول تعال الفرع وخذ اللي تبي، كرتونين ب15. شوفوا ما شاء الله كراتين التمور اللي عندهم، وكل استكر أصفر عليه عرض. أبجي على كراتين إخلاص القصيم الفي آي بي الفاخر اللي هنا، عطني تفاصيل هالكراتين. كل حبة نص كيلو، وزن الكرتون الإجمالي 6 كيلو من 120 98. طبعا الشرط عندنا ضمان لك بلاتيني، استبدال ولا استرجاع، بدون شرط بدون قيد. ما عجبك المنتج على طول مباشر، لا تحاتي احد، تعال قلب قروشي ولا بدلوا لي اللي تبي. يا سلام، ما في الحكايه فايده، هذه عروض البلده. طيب اللي هنا، وهنا موجود اللي يبون المكنوز الشعبي موجود. طبعا شوف مثل ما تشوف هذه كلها منتجات كلها عليها عرض التمر، اختر اللي انت تبي. لو نبي نصور يبي لنا وقت تصور طويل. عز الله. كائن الخدمه الذاتيه، وش اللي تقدمون في البلده؟ هذه زبده الفول السوداني طبيعية 100%، بدون سكر، بدون زيوت مهدرجة، بدون أي إضافات، بدون مواد حافظة، ب11.5 اليوم 9.5، وطازج فريش في نفس اللحظة قدامك الآن. وهذا اللوز نفس الطريقة، ما نضيف أي شيء. هذا اللوز الآن مثل ما تشوف مباشرة، ما فيه مواد حافظة ولا زيوت مهدرجة ولا سكر. طيب فقط خذ العلبة وعب بشكل مباشر وفريش. هذا الكاجو، شوف بعد عندنا زبدة الكاجو. شوف مثلا الكاجو كم سعره، كان 19.5 اليوم 13.5. نبي الناس تجرب بس. يا سلام، شوف كيف ما شاء الله تبارك، شيء ما فريش. شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهذا اللوز نفس الطريقة، 17.5 اليوم حنطينه ب 13.5، جرب. طبعا وزن العبوة، شوف كم وزن العبوة، 180 جرام، ما شاء الله تبارك الله. عبوات زجاجية محافظ عليها يعني مرة بإذن الله. يا سلام، كسرات البلدة المشكلة اللي هنا، عطني التفاصيل. تعال لا تشري بس تذوق. شوف 55-49، طبعا شوف هذا مشكل يعني على مستوى، يعني شوف نسبة الكاجو، شوف نسبة اللوز، الفستق، حجم اللوز، حجم الكاجو، كل ترى هذه تفرق بالسعر تماما. يا طبعا سلام. في منه مدخن، في منه العادي اللوز بأشكال. هذا المشكل ب49، وعندهم أنواع كثيرة جدا زي ما نلاحظ ونشوف قدامكم، خيارات في المكسرات والأنواع اللي تشوفونها قدامكم. حنا طبعا في البلدة، هذا قسم المكسرات عندهم. قهوة البلدة، عطني العرض اللي عندكم. هذه السعر 50، حاطين عليها عرض 45 اليوم، جيدك عرض فوق عرض 38 ريال. طبعا هذه مع كل الاضافات، لا تحط عليها اي شيء، فيها هيل، فيها مسمار، كل الاضافات جاهزه تماما.
بكم؟ 38 الكيلو. يا يعني سلام. اللي بيوفر اليوم يوم التوفير. طبعا قهوة البلدة بالهيل ب 38 ريال. الكرتون المعمول اللي هنا كم ياخذون الكرتون؟ كرتون 11 او 13 ونص، الحين كرتونين ب 15. كرتونين ب 15 عدة حشوات، اللي بي بالكيلو. بالكيلو هنا شوف 15 ريال طب بالكيلو، نكهات متعددة. في كرات التمر اللي هي تكون عجينة تمر جواها طحينة سائلة، طبعا مغلفة مثلا بالسمسم، بالجزء اللي عند المحمص، باللوتس، اشكال ب 22 ريال الكيلو. يا سلام، طبعا معروف اللي هو معمول البلدة. ما شاء الله تبارك الله، وش الانواع عندكم في التمور المحشيه اللي هنا؟ هذول عندنا حشوات فاخره، يعني عندك مثل هذا كندر مكسر الاوريو، هذا حشوه الفستق البستاشيو، هذا فتات البسكوت اللوتس مع كريمه اللوتس، في هنا كثار كريمه اللوز ولوز معمص، عندك مثلا حشوه كريمه الكابتشينو بسكوت الجوزة، عندك مثلا نوتيلا، عندك الروشيه، عندك بالطحينة مع فتات البسكوت، أشكال دلع نفسك بس. طيب بسأل سؤال، عندكم استعداد تام للمناسبات؟ على طول مناسب جاهزين جدا، عندنا أول شيء عندنا عبوات اللي عنده مناسب يصفن على الطاولات، هذول جاهزات، أو عندك صياني بتجيبهن لنا ونعبي لك صينيتك تجهز لك، وعندنا أشياء معينة لو ناسبت العميل في أشياء محددة. يا سلام،